على صعيد متصل، أكدت الحكومة البريطانية أنها ستبدأ محادثات مع كبار ممثلي طالبان حول تأمين ممر آمن من أفغانستان للمواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا مع المملكة المتحدة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية أنها سترسل موظفين إضافيين إلى الدول المجاورة لمساعدة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أفغانستان. وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال إن بلاده أجلت أكثر من 17 ألف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان حتى الآن. من لندن عبر سكايب ينضم إلينا مراسل بي بي سي عصام عكرماوي. أهلا بك عصام. ما هي التفاصيل فيما يخص إجراء المحادثات المزمع إجراءها من قبل الحكومة البريطانية وممثلي حركة طالبان؟ يعني الهدف من هذه المحادثات كما يقول المسؤولون البريطانيون هي تأمين الخروج الآمن لمن تبقى من المواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية الذين يريدون مغادرة أفغانستان. هناك عدد من المزدوجي الجنسية أفغان يحملون الجنسية البريطانية كانوا في زيارات في أفغانستان، لم يتسنى لهم المغادرة بعد، لذلك الحكومة البريطانية تقول إنها ستعمل على تأمين الخروج الآمن لهؤلاء الناس خلال الأيام المقبلة من خلال هذه المحادثات مع حركة طالبان. لكن هناك أهداف أخرى، منها البعد الإنساني. المنظمات الدولية التي ستعمل في أفغانستان في المستقبل سواء مع اللاجئين أو بسبب الظروف الصعبة مثل الجفاف الذي يضرب مناطق في أفغانستان، إذا هناك حاجة لأن تكون هناك قناة اتصال بين الحكومة البريطانية وحركة طالبان دون أن تعترف الحكومة البريطانية بحركة طالبان في هذه المرحلة على الأقل. دينا، وهذا يعني مجمل ما جرى في أفغانستان يلقى انتقادات من قبل حزب العمال البريطانيين، أليس كذلك عصام؟ نعم، هناك انتقادات للحكومة البريطانية بالطريقة التي أدارت بها الحكومة البريطانية عملية الإجلاء الرعايا البريطانيين والأفغان، وما يقولون أنه كان تخبط واضح في القرارات، وأيضا عدم يعني النقد مركز على وزير الخارجية دومينيك راب لأنه كان في عطلة عندما اجتاحت قوات طالبان كابول وتأخر في العمل أو المساعدة في الاتصال في الأفغان من أجل تأمين خروج المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية. لكن الكثير من هذه المماحكات ربما تدخل في إطار السياسة الداخلية. من المتوقع اليوم أن تعقد لجنة برلمانية، لجنة جلسة استماع للاستماع إلى أقوال دومينيك راب حول الطريقة التي أدارت بها الحكومة عملية الإجلاء من أفغانستان. الحكومة تقول إنها أجلت أكثر من 17 ألف شخص من البريطانيين والعاملين معهم. هؤلاء كيف يتم التعامل معهم بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة؟ هل هناك برامج أعدت لتأمين سكن لهم، معيشة، غيرها من متطلبات الحياة هنا بعد الانتقال إلى بريطانيا؟ هذا سؤال يعني فيه الكثير من التفاصيل دينا. كما تعلمين الحكومة البريطانية تحاول في الوقت ذاته أن تعمل مع دول ثالثة من أجل البت في بعض الطلبات، لأنه ليست كل الطلبات قد تم البت فيها لتقرير من الذين حق لهم القدوم إلى المملكة المتحدة. هناك أيضا أنباء أن الحكومة البريطانية تسعى للتعاون مع دول ثالثة لاستضافة عدد من هؤلاء اللاجئين الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية. بالنسبة للقدرة على الاستيعاب، طبعا سيكون هذا تحدي كبير أمام الحكومة في تأمين وظائف وسكن ومدارس لعدد كبير من الناس، لكن الحكومة البريطانية تقول إنها ملتزمة بهؤلاء الذين ساعدوها والذين عملوا مع القوات البريطانية أثناء وجودها في أفغانستان. لذلك في الوقت الحاضر هي لا تدخل في الكثير من التفاصيل حول الاعتماد على الدول الثالثة، لكن كان هناك حديث عن أنه سيكون بإمكان من بقي في أفغانستان الخروج عن طريق دولة ثالثة وبالتحديد عن طريق باكستان وتركيا. نعلم أيضا أن هناك مركز
دراسة الطلبات في الدوحة في قطر. إذا كل هذه الأمور ستؤخذ أو في عين الاعتبار في الفترة المقبلة. أشكرك جزيلا عبر خدمة سكايب من لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي.